ضمن أنشطة المهرجان الدولي للفيلم مراكش الدورة 18، تكريم المخرج والممثل الأمريكي روبرت فورد عن مجمل أعماله بطبيعة الحال، ويمكن أن نذكر أعمال كبيرة جدا منها الخروج من إفريقيا لسيدني بولاك مع ميريل ستريب الذي صور في إفريقيا، وتبدأ الحكاية بأن ميريل ستريب تحكي له بأنها كانت تسافر في سفينة وهاجمت عاصفة على عرض المغرب وغرقت السفينة ووقعت على شاطئ مغربي أبيض جميل، وتبدأ بالحلم. الفيلم يصور أفريقيا في 1913، يعني قبل الحرب العالمية الأولى، يصور أفريقيا ويصور الأمبريالية البريطانية ومجدها وقوتها. والفيلم فيه كثير من الإحالات على كتاب إدوارد سعيد الثقافة والأمبريالية، بمعنى الأوروبيين الأغنياء السعداء في أماكن كبيرة مضاءة أنيقين، بينما السكان الأصليين الأفارقة تقريبا عبيد لهم. نفس الفكرة أيضا في الفيلم موجودة عن إدوارد سعيد، وهي أنه بينما كان الوعي البرجوازي في الغرب يتمزق بدليل كتابة كافكا ولوحات بيكاسو، كان الأوروبيون يبحثون عن السعادة والرومانسية في إفريقيا، عندما يصلون كأنهم أصبحوا أبرياء عذراوين إلى آخره. الفيلم الأشهر لريدفورد الرجل الذي يهمس للخيول وأيضا يهمس للكاميرا ويهمس للنساء، أناقش هذه النقاط بالثلاث. أولا يهمس للخيول لأن الفرس المجروح والمضروب سيشفى وسيروض من جديد وسيصبح قابلا للركوب. يروض المرأة أيضا التي البرجوازية الصحفية التي تعمل في نيويورك ل 24 ساعة وتتكلم في الهاتف وهي تحت ضغط رهيب، تصل للبادية و تصبح رومانسية. قلت بأن ريدفورد يهمس للكاميرا والخيول والنساء. على مستوى الهمس للنساء، أن غالبا روبرت ريدفورد في أفلامه هناك امرأة مجروحة في الثلاثين ناضجة، هو لا ينكح القاصر، بالتالي امرأة ناضجة لديها أزمة، وطريقة تعامله معها يجعلها تستعيد ثقتها بالرجال. كيف ذلك؟ غالبا المرأة بعد 24 تكون قد صدمت وقد كفرت بالحب، هو يجعلها تؤمن بأن الحب أيضا ما زال موجودا. بالنسبة للهمس الكاميرا، وهذا خطير جدا، روبرت فورد يؤدي بطريقة واثقة، يتقمص الدور، يعيشه بدون صراخ، بدون تجاعيد في الوجه، بدون تنهد، بدون أي سلوك ينفر المتفرج. طبيعة الحال هذا نقيض لما يسميه ستانيسلافسكي أداء الممثل تارتيف، أي الممثل الكوميدي الذي يصرخ يتنهد لكي نعرف أنه حزين، يضع يده على خده لكي نعرف بأنه مهموم، يحك رأسه لكي نعرف أنه يفكر. لا نجد نهائيا هذه الكليشيهات عند روبرت ريدفورد، بالتالي فهو يتقمص الدور. وفي السن 78 في السن 84 ما زالت أدواره مشهورة، آخره مثال أخير أنه لص أنيق، هو لص أنيق، زائد أن في أفلامه غالبا يحضر عنصرين، الرسم والفروسية، هو رسام ويحب الرسم، وبطبيعة الحال موضوع العلاقة السينما بالرسم هذا موضوع واسع جدا، لأنه مخرج لا يملك ثقافة بصرية لا يمكن أن ينتج الصور، هو سينتج فقط للأذن وليس للعين. لهذا فمهرجان مراكش صنع الحدث بتكريم روبرت ريدفورد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.